اليوم درنا الاستقبال تاع الطياره اللي جات ديغنييرمون اللي جات غير اليوم من بعد توقف اللي هو كان طويل بزاف تاع تقريبا اربع سنوات. درنا الرجوع ديالهم الحمد لله في لا ديستيناسيون تاع مراكش واستقبلناهم وكنبغيو نشكروا على هذه الفرصه هذه المكتب الجهوي للسياحه والشركه الوطنيه تاع المطارات ديال المغرب لهذا الاستقبال الحار اللي داروا لنا في مدينه مراكش وفي المطار تاع مراكش. ونتمنى ان شاء الله هاد البدايه هذه تكون غير بدايه صغيره ان شاء الله وترجع السياحه كما كانت قبل وكثر كاع احسن واحسن ان شاء الله. وبغينا نشكروا ام تي اس ولوكسير وكاع لي بارتنير ديالنا اللي ساهموا في هذا الاستقبال الحار في هذا الصباح هذا. الوغ حنا اليوم الحمد لله استقبلنا اول طائره من لوكسمبورغ، طائره لوكسمبورغ اللي استعادت الوجهه لمطار مراكش الحمد لله من بعد سنوات اللي كنعرفوا كنا اللي كان سنوات ديال الجائحه. والحمد لله فضل المجهودات الجباره ديال شركه وكاله الاسفار ديالنا حاولنا نسترجعوا الثقه ديالنا لهاد لا كومباني باش نشجعوهم ونعاونوهم ونساعدوهم باش يسترجعوا هاد الوجهه المطار محمد المطار مراكش. الحمد لله كانت الاستقبال رائع جدا جدا بيان سور بمساعده المكتب الوطني للمطارات ومساعده المجلس الجهوي للسياحه. كانت مساعده، كان استقبال رائع، كانت مفاجاه بالنسبه للزبناء ديالنا، كانت مفاجاه كبيره بالنسبه للطور اوبيراتور اللي هي الوكاله اللي صيفطات لنا هاد الزبناء. وان شاء الله كنتمنوا الخير القدام ونتمنوا ان شاء الله الاستمراريه ونتمنوا ان شاء الله المزيد من الزبناء لمراكش والمغرب كله ان شاء الله.